أقول نعم للتعديل الدستوري لأنني لا أريد رؤية حكومات ائتلافية في تركيا. أريد رؤية حكومة موحدة وقوية. أعتقد أن الحكومة الواحدة ستكون لصالح بلادنا وشعبنا. أقول نعم لأن تركيا ستكون قوية أضعاف ما هي عليه اليوم، وسيكون ذلك إيجابيا للشعب والمجتمع التركي والعالم أيضا، وستخضع أوروبا في حال انتصر نعم. ستفرز الصناديق بنعم، فرئيسنا ينجز أعمالا هامة ونحن وراءه، وستكون لتركيا مكانتها في العالم. أقول نعم وأتمنى أن يكون ذلك إيجابيا لتركيا. سنقول نعم لأن الأوضاع الراهنة تتطلب رئيسا واحدا. فلأجل تقدم تركيا وتطويرها لابد من نظام رئاسي. أنا مستقل لكنني أدعم الرئيس وأحبه وأقول نعم. بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز استوجب علينا ضرورة التعديل الدستوري، فهذا التعديل يعلو مصالح الأحزاب السياسية ويصب في مصلحة تركيا. أنا كردي وأقول نعم، فهذه ليست قضية أردوغان وإنما قضية الأمة الإسلامية، وهذا العلم ليس حكرا على أحد بل هو علمنا جميعا. أقول نعم لأجل العثمانيين ولأجل فلسطين وسوريا ولأجل كل المسلمين، وفي حال تم تعديل الدستور ستتعزز الديمقراطية في تركيا وهذا ما يخافه الغرب. أقول نعم للتعديل الدستوري. كانت هناك أصوات متباينة في سدة الحكم في البرلمان وصراعات بين القادة، وفي حال انتصر نعم سيتعزز الاستقرار في البلاد لأنه سيكون هناك رئيس واحد. ما دواعي هذا التعديل الدستوري؟ يقولون نحن من سيحكم البلد، ثم يتناقل الحكم منهم لأولادهم. ليس هناك ما يضيفه هذا التعديل إلى المكتسبات التركية. أقول لا وبشكل قطعي. لم تمنح مخصصات مستورة لأي رئيس سبق أن حكم تركيا. لما منح للرئيس أردوغان؟ لا يمكن وضع دستور للبلاد بهذه الطريقة، إنها غير قانونية. هذه قوانين رجب طيب أردوغان. أقول لا وهذا يصب في مصلحة تركيا، فالأمور في تركيا ليست على ما يرام. أقول لا لأننا ضد الدكتاتورية والاستبداد. في الحصيلة زمام الأمور ستجتمع بيد رجل واحد، ولذلك نقول لا لأنه سيء لتركيا. أقول لا، فلا فوائد لهذا التعديل الدستوري في تركيا. في الحقيقة نقول لا لهذا التعديل الدستوري لأنه لا يصب في مصلحة الشعب. نقول لا ليس تأييدا لشريحة ما، بل نقول لا حتى لا تتفاقم المآسي الاجتماعية. نحن في الحقيقة لسنا ضد الدستور، نحن ضد حكم الرجل الواحد، لذلك نقول لا. لسنا أغناما حتى يقودنا رجل واحد. بين إيفيت وهاير، نعم أو لا، ينقسم اليوم الشعب التركي ليعود ويجتمع بعد ساعات قليلة تحت راية نتائج صناديق الاقتراع التي ربما تخبئ لنا في جعبتها كثيرا من المفاجآت.